قادر يستحمل. هيدا هجمه لله محمد ابو تريكه. كان طالب محمد الهجمه الحمراء ومحمد ابو تريكه والتصويبه وهدف رائع وجميل. يا سلام يا محمد يا ابو تريكه، رائع رائع مفيش كلام. محمد ابو تريكه يثبت انه بالفعل لاعب اكثر من رائع ويضع هدف جميل في مرمى الزمالك. واحد الاهلي لاعب المجتهد وادي احمد حسن وتعلى وتنزل الكوره لابو تريكه يغمزها تروح بعيده البركات. مره ثانيه لاحمد حسن، احمد حسن واحمد حسن وابو تريكه يحط الهدف الاول للنادي الاهلي من قنبله من احمد حسن يغمزها على طول ابو تريكه. تعرفوا الصوره دي بتقول ايه؟ بيقول له متشكرين جدا جدا انك انت اديتني الفرص الكتيره اللي الكوره ما كانتش ماشيه معايا، انا هو بحط النهارده الهدف بتاع التقدم للنادي الاهلي. لقطه حلوه قوي، شكر من ابو تريكه لجوزيه اللي استحمله الفترات الطويله اللي فاتت في عدم توفيقه، وابو تريكه يحط في الدقيقه 31 هدف من كوره لعبها احمد حسن جامده جدا، يحط سن الجزمه ويحول اتجاه الكوره ويتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 32 بهدف لابو تريكه. ابو تريكه في الدقيقه 32 من الشوط الاول. بقول لحضراتكم فعاليه النادي الاهلي، شوف حضراتكم الهدف بيتعاد مره ثانيه. ادي القصير المكير والتصويبه، وادي على طول يخش حاطط وش رجله من خلف المدافعين القادمون من الخلف للنادي الاهلي ابو تريكه واحمد حسن، وحط ابو تريكه الهدف الاول في المباراه. وادي طارق طارق وبالعرض وتخبط حسن مصطفى، محمد شوقي، جيلبرتو، اول وجهه اول مره وجه لوجه الاباني، جيلبرتو الاباني، جيلبرتو الاباني، والكره العرضيه وهدف لابو تريكه جميل. هدف ابو تريكه جميل، هدف جميل جميل. المفروض ان هم يروحوا ويبوسوا جيلبرتو، جيلبرتو صانع الهدف، وابو تريكه يصطاد كره جيلبرتو اللي عدى من الاباني في اول مواجهه في الشوط الثاني ما بين الاباني وجيلبرتو، وجيلبرتو احد نجوم المباراه يعدي ويلعب الكره العرضيه عشان يحمر الملعب في الدقيقه الخامسه من الشوط الثاني بالهدف الثاني لابو تريكه. ابو تريكه في الدقيقه 5 ادي نجم اللقاء احد النجوم يعني جيلبرتو يعدي من الاباني ويلعبها بالعرض ويطير يطير. طبعا صديق بعيد عن صديق يا جماعه، بقاله فتره ما لعبش، والاباني راح الناحيه الثانيه، يعني في تغيير في مراكز كتيره، انما جيلبرتو نقدر نقول ان هو النجم جنب الشمال النهارده، عمل كرات كبيره جدا عرضيه، ادي احدى منها جاب الهدف الثاني. وابو تريكه الاهلي 2 والزمالك لا شيء، وبنلعب في الدقيقه السادسه من الشوط الثاني. طارق طبعا الزمالك هيندفع اكتر هجوم، لكن ترجع تاني لشاوي، وشاوي يلعبها لبركات يوقف وعايز يعمل الاوفر تاني، عمل الاوفر تانيه والهدف الثاني. ابو تريكه ابو تريكه الهدف الثاني، كرة بالعرض ويخش يجيب الهدف الثاني ابو تريكه في الدقيقه 22 من زمن الشوط الثاني. ابو تريكه جون جميل، جون جميل، جون جميل حقيقي، يعني لعبت حلوه حلوه حلوه، جون جميل جدا جدا، يخش على طول ببطن رجله ويجيب جون حلو حلو حلو. اتلعبت حلوه قوي الكره اللي فاتت، اتلعبت من ضربه ركنيه تروح لبركات، وبركات بيلعبها تاني ويخش يلعبها ببطن رجله بحل الجون. بركات جون جميل، بركات عملها له حلوه حلوه حلوه، وابو تريكه يجيب جون جميل. هنشوفها تاني اهو، اتلعبت اهو، شوف بركات لعبها له على طول ازاي، شوف هو بقى دخل عمل ازاي، بطن رجله على طول مفيش حد معاه، ويخش يجيب الهدف الثاني لنادي الاهلي. يعني التركيز شويه لما بيفك عند اللعيبه شويه او ما بقاش في تركيز، شوف عدم المراقبه في بعض، يعني لشادي، شادي ويلعب كره طويله مش اوف سايد، خطر جدا طبعا، ثلاثه فانيلا حمراء وراجعين كلهم بتاع نادي الزمالك، وماشي اهو وماشي اهو، يا جوه الجون وجوه الجون ابو تريكه راح غطى وكله ما يلحقهاش، وجوه الجون في الدقيقه 26 ابو تريكه.
كرة حلوة حلوة اتعملت جميلة من شادي محمد، لعب كرة طويلة جميلة جميلة، كان كل دفاع نادي الزمالك طالع لقدام يطلع بالعرض ويلعبها بالعرض ويخش ابو تريكه على طول يوقف الكرة ويجيب جون الثالث لنادي الاهلي 3-0. كان كل دفاع نادي الزمالك طالع لقدام، في خلل عن الشوط الاول عن الشوط الثاني خالص، هتشوفها اهي اهي قدام حضرتك، لم الكوره اهو ويلعبها تاني في الزاويه القريبه ويخش على طول يجيب الهدف الثاني. شايف ثلاثه اهو فريلا حمراء ويلعبها بالعرض، كان يقدر يطلعها صديق لكن يخش على طول ابو تريكا مع بعض وجم مع الاهلي مع بعض، وتاني اسلام وبركات من الناحيه اليمين ويخلصوها حلوه قوي لاسلام الشاطر، واسلام الشاطر جوه داخل ضربه جميله، مخطوفه خط مخطوفه خط يا ابو تريكا، مش ممكن مش ممكن يا جماعه، كرة حلوه، ايه ده يا ابو تريكا، ايه العظمه دي، شوف اتحرك ازاي وشوف قابلها ازاي وشوف جاب جول ازاي، الله عليك ولد، يا سلام يا ابو تريكا، ابو تريكا يحط كشوده في ورطه ويسعد من والجوزيه في الدقيقة العشرة. احبائي الكرام بلمسة سحرية، شوفوا الكرة الجميلة من اسلام وهو سرق متر كده من ابو جبل وحطها جميلة جميلة جميلة. ابو تريكا يا ابو تريكا يا لعيب قوي، فارس احلام الجماهير الاهلاويه، وفتى مانويل جوزيه، لكن شوف اتحرك ازاي، شوف ابو تريكه راح اتحرك، شوف ابو تريكه اتحرك ازاي، شوف لمسته للكره ازاي، شوف جاب جول ازاي، الله عليك يا ابو تريكه، الله عليك يا ابو تريكه. مفيش شك ان ابو تريكه من النجوم الكبار قوي، هو هداف الدوري حتى الان، هيجيب ده يبقى الهدف ال 15. ماشي احمد السيد، ماشي احمد السيد، يلعب واحده طويله خطيره وهوبا، واللمة عبد متعب وهي واللمة وعلى شماله والعرضيه وهوبا والهدف، الله 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 عليك يا ابو تريكه، تنفست الصعداء، ما تزعلش يا عبد المنصف، تنفست الصعداء يا ابو تريكه، حلوه 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 حلوه، يا نهار ابيض على المباراه، اتجننوا الدنيا كلها اتجننت ولا كمان اتجننت، حلوة 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 حلوة، أبو تريكة ياخد عرضية جميلة 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 يحطها بوش رجله، روعة 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 روعة، وهدف التعادل في مباراة دراماتيكية غريبة وعجيبة للغاية، اتعملت واحدة والتانية من ناحية مين؟ العرضية الجميلة جدا جدا جدا، أبو تريكة بوش رجله، وقفت أخيرا يا جوزيه، وقفت أخيرا يا جوزيه، وأدي كل جماهير النادي الأهلي هتتجنن، لكن سيناريو المباراة الزمالك يتقدم الأهلي يتعادل، الزمالك يتقدم الأهلي يتعادل، أدي متعب لم متعب في ظهره الأباني حطها عرضية، استلم من شوقي بالعرض، وأدي على طول للقدم تعرف الطريق إلى المرمى، يا ولد يا ولد يا ولد يا أبو تريكة، الله يكون في عون الزملكاوية، امسكوا أعصابكم أوعوا تزعلوا، وأدي شوقي وش رجله حلوة، وأدي أبو تريكة وش رجله أحلى وأحلى 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 وأحلى، 2-2 في مباراة روعة الروعة، روعة الروعة الروعة الروعة، يا 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 يا، في الدقيقة كم يا جماعة؟ في الدقيقة 88 محمد أبو تريكة يعيد الأمال 12 نقطة، الأهلي عنده 8 نقاط يتمناهم 11 نقطة، الإسماعيلي طواعية واختيارا، شوف دي الأول أبو تريكة أبو تريكة والهدف، الله 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 يا قناص، الله 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 يا قناص، حلوة حلوة حلوة، ما كملتش كلامي، قلت والأهلي يتمناها 11 نقطة، صحيح لسه بدري، لكن روعة 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 روعة، يا سلام عليك يا أبو تريكة يا صياد، يا سلام عليك يا صياد، اصطاد الكرة وهي في الملعب، السمكة وهي في البحر، حلوة 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 يا أبو تريكة، يا سلام، الطماطم يمكن اتكلمت مع حضراتكم في بداية اللقاء، قلت لكم أخطر الكرات اللي بيلعبوها في خط ظهر الزمالك ببساطة شديدة، بص خلي بالك، أدي البساطة الشديدة اللي بقول عليها، وأدي الكرة، وأدي أبو تريكة، ثبت عبد المنصف قعده على الأرض، حطها ببط رجله، حلوة 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 حلوة، أهي مرة تانية، وعمل بجسمه، طلع الراجل على الفاضي وببط رجله، عارفة السكة، عارفة الطريق، عارفة الخط، هي دي هي، فرحة الدنيا، أرقص يا أبو تريكة غني يا عليا. حلوة حلوة حلوة، والهدف الأول للنادي الأهلي بقدم الفنان القدير محمد أبو تريكة، ودى الراجل في حتة وراح هو في حتة، والشبكة دخلت الحضن الجميل الدافي.
حمرها وولعها وشعللها. مش ممكن هذا الرجل يا جماعه. شوف الكره واقفها ازاي، وشوف واقف عبد الواحد ازاي، وكان عبد الواحد قريب منه. هدف صعب جدا جدا، يثبت محمد ابو تريكه من يوم لاخر ان هو الرجل اللي ممكن صعد، يعني صعب جدا بعد 25 30 سنه مصر تجيب زيه الحقيقه. لعيب كبير كبير كبير، ابو تريكه هو الحكايه الكبيره، ابو تريكه هو الشخصيه الكبيره، ابو تريكه هو الذي يصنع الفارق، صنع الفارق مع الكونغو الديمقراطيه، صنع الفارق في عام 2006، صنع الفارق في 2006 مع صفاقسي، وهو الان يصنع الفارق بعد تبديل ثاني بالنسبه او تبديل اول بالنسبه للزمالك. شوف واقف الراجل ازاي، زي ما سجل في عبد المنصف في السابق يسجل الان في هذه الليله، وهو اخر واحد على فكره سجل في مرمى الفريقين في شهر رمضان الكريم. ابو تريكه ولد لعيب حلوه جدا حلوه جدا، زي ما اتكلمنا عن الهدف الجميل بتاع جمال حمزه، ازاي رقص فيه المدافع، وازاي يعني عملوها عرضيه جميله اسامه حسن الحقيقه، اسامه حسن عملها جميله جدا نادي الزمالك. هنا بيسجل ابو تريكه، زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه في كره القدم في لعيبه تصنع الفارق، عشان كده غياب ايمن عبد العزيز يصنع الفارق، عشان كده دفاعيا غياب احمد السيد يصنع الفارق، عشان كده غياب طيب الذكر دائما عماد النحاس يصنع الفارق، عشان كده لو غاب عنك واحد بقيمه جمال حمزه يصنع الفارق، انما لما يغيب عنك ابو تريكه الدنيا كلها يبقى فيها صعوبه، خصوصا على المستوى الوطني هو المستوى الاهم. شوف واقفه ازاي، وشوف حط الكوره بواجع القدم ازاي، كل هدف منه على فكره بيسجله يتحط على الموبايل، كل هدف ولقطه معبره، هو بيقول انا احد النجوم. مره تانية شريف عبد الفضيل عدى وتسديده والهجمه الثالث، يا اخيرا ابو تريكه بيجيب الهدف العاشر، الهدف العاشر في القمه، يا كما توقعت في الشوط الاول. بقول لكم ابو تريكه بيحرجل على واحد جايب 9 اجوال، والحقيقه مش موفق تماما في اكتر من مباراه، ضاعت منه فرص عديده، بيحط ابو تريكه هدفه العاشر في مرمى الزمالك. ابو تريكه يعادل الرقم القياسي المسجل لعماد متعب. يا 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 بص الكره، يا سلام يا ابو تريكه، يا سلام يا ابو تريكه، غير اتجاهها، حلوه حلوه حلوه. بص شوف عبد الفضيل حاططها بقوه ازاي، فكرني والله بالكوره اول اهداف ابو تريكه في الزمالك في مباراه 4-2 في الدور الاول لموسم 2004-2005، كانت كوره متشاطه من احمد حسن القصير، احمد حسن استيكوزا، حول اتجاهها ابو تريكه بنفس هذه الطريقه، المره دي حول اتجاهها بالراس. كنت اشعر ان ابو تريكه يهدف، كنت اشعر ان يصعب جدا انك تربح في الكونغو، لذلك اذا تتعادل اثنين تمشي، واذا تخسر تقريب باي باي، لذلك الزمالك لازم يجازف اكثر. وكره خطيره، الهدف الاول، والهدف الاول من القناص، القناص بوتريكا بالتخصص، بالتخصص بوتريكا يقتل امال البيت الابيض، بالتخصص بوتريكا، 1-0 بالراس، هفوه في الدفاع، ينسل بين المحوريين حماده دلبه ومحمود فتح الله ويوضح المجموعه. هذه قوة الفرق الكبيرة. النادي الأهلي لم يكن موفق في المباراة، لم يقدم تلك المباراة الكبيرة، عانى من كثير من المشاكل خاصة البدنية، ولكن الكبير يبقى كبير ويعرف يربح في الوقت الخطير الأخير بالرمق الأخير، إدريكة بالرأس يسجل هدف العادة والعوايد. مش ممكن، هذا رجع ورجعنا لأيام 2006، ريح لك على ريكا واستمتع ببوتريكا. 1-0 للنادي الأهلي، البدري لا يخسر الدربيات، والأهلي يكسب الرهان بدكة الاحتياط. جاء أهلوية، 11 هدف في شباك الزمالك تريكا، الآن في مواجهة عبد الواحد وضربة جزاء وتحت أنظار جمال حيمودي، يمنح الإشارة وتركيز كبير من أبو تريكة، أبو تريكة وعبد الواحد، جول جول جول، يتعادل النادي الأهلي، يتعادل وكالعادة الهيستوريكو محمد 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 أبو تريكة يحتفل مع جمهور النادي الأهلي خلف مرمى نادي الزمالك بهدف التعادل الغالي جدا. أبو تريكة يعيد المباراة لنقطة البداية، يعيد التوازن، يعيد اللقاء لنقطة التعادل من جديد بهذا الهدف. يتقدم عبد الواحد
يحاول على الكرة عبد الواحد ويروح في زاوية الكرة بالفعل، لكن كرة أبو تريكة كانت قوية مركزة وفي زاوية وفي الصميم، رايحة وعرفة طريقها وعرفة سكتها تمام. 1-1 هدف للنادي الأهلي. عبد الله السعيد يلعب الكرة اللي في العمق، وليد سليمان الخطأ المتكرر صلحها حلوة يا ولد يا ولد على الهدف الملعوب، هدف أهلاوي سينمائي من محمد أبو تريكة، اتلعبت حلوة قوي من عبد الله السعيد، وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوة لأبو تريكة، وأبو تريكة يسجل الهدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك، الرابع أفريقيا ولديه 7 في إطار بطولة الدوري وفي الكأس، عنده هدفين ويتعادل كده في رصيد الأهداف القمة مع التيتش اللي عنده 13 هدف، وأمامنا أبو تريكة 13 هدف في مرمى الزمالك. محمد أبو تريكة شوف أمامنا هنا وليد سليمان بالكعبة حلوة قوي، وادي أبو تريكة الخالي تماما من الرقابة، ليس هناك ضغط الدفاعات الزملكاوية يعني هنا في هذه المباراة، وكما هو معتاد في اللقاءات الأخيرة. وبص شوف أبو تريكة، وبص شوف وليد سليمان بكعبه حلوة، وأبو تريكة في الزاوية صعبة صعبة على عبد الواحد السيد، لكن جملة حلوة قوي، هدف سينمائي أهلاوي، اللمسة الحلوة كانت من عبد الله السعيد، التحرك الأروع من وليد سليمان، واللمسة الأخيرة والتسديد، وادي أمامنا هنا